اليوم يا جماعة وأخيرا أغلب التعليقات تجيني ليش ما بطلع أخوك؟ ليش أخوك ما بطلع معك؟ كله على أخوي. مهم يا جماعة، فاليوم وأخيرا قنعتكم أخوي بعد شهور وأيام وبعد محاولات كتير قنعتكم أخوي يطلع معي. بس اليوم أول ما نطلع لازم، مو أول مرة بطلع معنا، لازم نفاجئه نفرجيه من الجلدين مشان تعمل نطلع معنا. لازم أوصل الفيديو 150 ألف لايك. طيب فكرة فيديو اليوم إني راح أسأل أخوي أسئلة عني وراح أشوف إذا أخوي بيعرفني أو لا. تمام؟ طبعا أسئلة شخصية بعيدة عن حياتنا العائلية. كيفك يا جلدين؟ بداية صلى على سيدنا محمد ومضل الجلدين، واشتركوا القناة وأهم شيء فعلوا زر الجرس وحطوا لنا لايك. فشوف أخوي شرف. سلام. عملت زوم على وجهك الله. طبعا يا جماعة أخوي اسمه محمد، أكبر مني شيء 7 سنين 6 سنين. طيب وهيك يوتيوبر، ما عليكم ترى يوتيوبر أصلي بس ما بحب الأطواء. شلون؟ فجاهز محمد؟ جاهز. راح أسألك أسئلة عني وراح نشوف إذا أنت بتعرفني بحياتي الشخصية بعيدة عن حياة العائلة. يلا بلشنا. طيب يا جماعة حطيتوها على الانستغرام إنه اسألوا أخوي أسئلة حابين تعرفوا عني. اللي ما بيعرفني بالانستغرام، هذا انستغرامي هون، الكل يروح يضيفني قرب نوصل 400,000. فجاني كتير أسئلة ما شاء الله، راح أحاول آخذ قدر المستطاع الأسئلة الحلوة. فخلينا نبلش بأول سؤال، إيش أكثر سنة أنا بكرهها؟ وإيش أكثر سنة أنا بحبها؟ إيش سنة بكرهها؟ 2017. 2017، طيب أكثر سنة بحبها؟ أتصور إنها هي أكثر سنة بتحبها، لأنه بلش نجاحاتك وبلش المتابعين وبلشت الشيء اللي وصلت له بعدك أكثر. صح، أول نقطة لأخوي. طيب أخوك كم بندانة أنا عندي؟ عندك الكحلية الصفراء والبيضة ايه والزهرية احب عنده الوحدة واحدة السوداء. صح، ما تصور يعني عنده 6 أو 5. هاي لازم تعرفها يا محمد، مقولة نور المشهورة، انه ما في شيء مستحيل بس لازم واحد يتعب بوصل اللي بده اياه. صعب انك توصل بس مو مستحيل، قول صيرعوا فيها محمد. لون عيون نور، هذا نور دي عيونه بالنيات، بس اذا كان ما في شمس، اذا صار على الشمس او على الضوء بصيروا عسليات على الاخضر، نوع عيونه متحول انه مو بتغير. احا زمر الدم نور. ايجابي مثل زمر الدم. جد؟ بتعرف انت؟ لا. ايجابي. زمر الدم ايجابي؟ ايه. طيب تمام. طب حاليا عم نبلش بالاسئله الخفيفه هيك والبايخه بس بعدين ننتقل. طب شد نمرة اجري؟ نمرتي بتمنى تصير نمرة اجري 42 عشان البس انا وياه نفس الشيء، بس نمرة اجري 39. هيك قد ايه يا جماعه نمرة اجري؟ هيك قد ايه؟ 39. نور مكان صغير مشاغب ولا حباب؟ اخ نور، بدنا نحكي لك عن نور دي. اذا كان صغير فضح بلاها، بس كان كثير مشاغب، بس كان كثير ذكي وكثير مشاغب بس نفس الوقت. يعني هلا افرح ولا اسعد؟ يعني مشاغب وذكي نفس الشيء. اخوك بحب بنت تركيا ولا لا؟ انا يعني بحب بنت تركيا ولا لا؟ هلا نور دي من ناحيه الحب وما الحب ما انا مركز على شيء ابدا، انا مركز على اول شيء على شغله بده يوصل اللي بده اياه، بعدين الواحد بالايام بلاقي البنت بتكتشفها بحبها كذا، بعدين بتصير خير. مالي حبيب ولا بنت، لا حاجة تقول لي هي حبيبتك ولا حبيبتك، لا مالي حبيب ابدا. سينجل. انت دعمت، انت السؤال لك هذا مو لك، انت دعمت انا على السوشيال ميديا مع بلشت؟ ايه هذا لازم اجاوب عليه، انت لازم تجاوب عليه. من اكبر الداعمين هو ابوي وامي، هذول ثلاثه كانوا هن النقطه التحولي لهالمرحله، عرفت شلون؟ دائما كانوا معي. بس يعني فيك تقول بنفس الوقت كان طلع على نظرتي شغله لعب، الشغل الاسابيع شغله لعب وهيك، بس حاليا نظره شغل، صح ولا لا؟ طبعا. اكثر اكل بحب انه اليوم اكلته ملوخيه. صح. هذا السؤال صعب، ايش كانت ردة فعلك مع شفتني صورت شعري؟ هلا انا اول ما صورت نور الدين شعره تمام، انا ما شجعت القصه كثير، بس انا عرفت وقت بدي احول له مثلا شيء بناسبه للشغل وكذا وهيك، انه فشيء عادي يعني، اي شيء بخدم شغله انه شيء عادي يعني، بس طبعا كل شيء له اصول يعني. صح. مين اكثر شخص غالي على نور من ناحيه رفقاته؟ والله مش لنور دي كيني وجيب لي رفيق، ما بعرف ما بعرف هالشيء. بس اللي مسك انت قلبك ارتاح له انه يعني بتشوف؟ انا قلبي ارتاح له، ولو حبيت نور دي يكملوا فيه كم شاب، في واحد اسمه شادي، في انور، في مجد تمام، والباقي ما بعرفه، هذول بعرفهم بيجوا عنا على البيت يعني. اكثر شخص بحبه نور من اخواته؟ هذا زمان اجاوب عليه، شو اسمه؟ هيك والله ما بعرف، حس انه انا لانه يعني دائما يعني بعض، انا اصغر شيء اثنين، احنا اصغر اثنين بالعائله، فاعطونا بتربيهم بعض. شيء مره شفت نور تافه وما له لزوم؟ دائما. قصب لي جوزي. لا جدعك. لا يعني مواقف انه الحياه مو بسيطه، دائما يكون واحد تافه مثلا، انا نور دوات شغله بكون جدي، وقت كون قاعدين عم نمزح بمزح يعني، كل شيء له شيء يعني. كل شيء له شيء يعني. بتشجع نور ليستمر بمجاله ولا بتخليه انه يروح على غير مجال يكون من ضمن البرات السوشيال ميديا؟ لا لا طبعا. ناجحين.
الاثنين ناجحين؟ يعني البرنات السوشيال ميديا ناجح والسوشيال ميديا ناجح، بتشجع اكمل هون ولا اروح لهنيك؟ لا طبعا انت تكمل بالشغله اللي بتحبها يعني. يعني اعتبر انا اخذتك على غير شغله بجوز انت تحبها اكثر مثلا تبدع فيه اكثر. بس من رايك بعيدا عن حب الالي؟ لا طبعا خليك هيك. تشجعنا تم بالسوشيال ميديا. شو ديانة نور؟ نور الدين مسلم الحمد لله. دين ما هو الفرق بين الشجر والبشر؟ الفرق بين الشجر والبشر؟ هذاك شجر هذا بشر. لا ايش هو؟ لا حاول تفهم. ايش الفرق بين الشجر والبشر انت برايك؟ نفس الجواب. ايش هو؟ لا البشر مش شجر بس الشجر مو بشر. بعمر نور حاب شي بنت؟ هلا في عنده حب طفولة بتذكر وانا كنت اتمسخر عليه كثير. اوكي بس ايه بس كان صغير كثير صف رابع يمكن صف اول الرابع صف اول الرابع كان عمره من 7 ل 10 إيه. يعني صغير كثير كنت استغله واتمسخر عليه او كان يهددني اروح اجيب له شاي وهيك عشان ما يحكي حدا. الله يسامحك. بس كم طول نور؟ نور الدين يعني طوله 176 177 انت شو طولك؟ انا 180. اه اخوي اطول مني بشي 3 4 سنتي اكثر ما هيك شيء. لا هيك شيء تقريبا صرت طولي. طيب بتشجع نور على اليوتيوب اكثر ولا على التيك توك؟ لا انا حبيت له اليوتيوب اكثر. وانا صراحه حبيت اليوتيوب اكثر. هو هذول الشغلات ما بعرف فيه انا كثير بس انا حبيت لك اليوتيوب اكثر يعني. طيب بظن ما راح تعرف هذا السؤال لانه انا ما قلت لحدا. شو حلم نور؟ نور الدين حلمه يكون ممثل. اح كيف عرفت؟ شو ما بعرف ما قلت لحدا انا بحياتي. لا حلم نور الدين يكون ممثل، ممثل مشهور كثير كثير. اح يوصل لهالنقطة بقول نور الدين راح يوقف من ناحية التصوير والتصوير بس صار ممثل. ان شاء الله ان شاء الله عم بمشي هذا الشيء وان شاء الله احققه. لوني المفضل؟ لونك المفضل مش لبس كل اللون انت ما عندك لون مفضل. بس لا في لون بحبه انا كثير ودائما هيك بركز عليه اكثر شيء. الاحمر بشوف لبسه اكثر شيء. اوكي بحب الاحمر بس مو لوني المفضل. لونك المفضل الابيض السكلموزي فستقي الاسود. الاسود كحلي. احكي اسود. كحلي احكي اسود. اسود صح. عيد ميلاد نور على التمام. عيد ميلاد نور الدين لا تحكي عوام احكي اشهر. عيد ميلاد نور جيت قبل راس السنه بكم يوم بس ما عاد اذكر لنا كم يوم. قبل راس السنه يعني قبل 1999 قبل 2000 قبل 2000 يعني قبل 2000 10 يوم من رمضان اجى نور الدين. اه ايه 10 يوم من رمضان بتذكر كنت اغار منه كثير لانه اول ما اجى لو كنت انا مدلل بالعيله. انا اخذت له الحصه وهيك اخذ لي كل شيء بحياتي تمام وشفت هيك انه اجى ولد صغير وامي عم تلفه وابوي عم تلفه فكثير غرت. خذ خذ يعني كي اجى 25/12 اجى قبل راس السنه بخمس ايام بتذكر 17 يوم 17 يوم 17 يوم برمضان مو بذكر جدا برمضان كان على البيت مبارك. ليش سميت حالي نور مار؟ ليش ما سميت اسمي الكامل؟ الله انت اسمك الكامل الطويل غير هيك اسمك الكامل ثاني شيء هذا اسم احلى يعني انا. طب هو اختصار من شو؟ نور مار من اسمك ومن كنيتك يعني من الاسم واللقب مو من عالي يعني. لا طبعا من الاسم واللقب. طيب نور كيف شخصيته؟ عصبي ولا يعني غير شخصيات؟ ايش بتكون؟ والله نور الدين يعني عنده ما شاء الله كل هي الشخصيات بس اهم شيء عنده اياها انه مصمم يعني عنيد. اول شيء عنيد كثير عنيد ان شاء الله بده اياها بده يسويها نظامي. ايه وفي عنده عصبيه بس انه مو كثير عصبيه يعني بس انه في عنده عصبيه بس اكثر شيء انه عنه عنيد يعني عنده الصفه المعروفه فيه عنيد مو من ناحيه انه هيك لا من ناحيه انه بده هالشغله بده نجاح بس بده يسوي شغله بده يسويها خلص ما بنام لحتى يصلي بس يصلي مثل الفيديو اللي راح تذكر الساعة 2 الصبح المهم لحتى سويته. نور كريم ايه نسبة مئوية يعني شيء 80% الحمد لله. شي مرة بالايام ضربت نور بدون سبب؟ كثير بس مو بلا عمري بس كنت صغير طيارات دائما روح جيب هون عذاب حتى لو ما كنت ارفض له مثلا طلب يطالع لي هيك فرتيشه مع ابوي عشان تيتا شي مره نور سرق شي من اهله؟ شي مره نور الدين سرق شي من اهله؟ لا حد علمك؟ لا لا لا
حد عمي لا 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 ما سرقت شيء بحياتي. انا ما بتذكر اكثر نوع اغاني بحبه نور تعرف محمد رمضان ما نوع نوع اغاني تركي محمد رمضان محمد رمضان ده انت عارف زعلي ما زعلك الراب يعني الراب الراب ايه ما حبيت الشيطان منموره وطلعته طيب طيب نور عنده ضعف نظر انا بحط نظره شو السر نور دي ما عنده بس انه هو موديل هذول ما هي ستايل ايمت فتح نور القناه من قبل سنتين احكي لهم القصه احكي لهم يا اخوي احكي لهم احكي القصه احكي لهم يا اخوي طبعا نور دي بلش يعني هي شغله ما نقول احنا بالعكس فخر لانه من شغله مو عيب الفخر لانه نور دي بلش بغرفه كنا قاعدين انا وياه فيها نام انا وياه فيه غرفه واحد تلات لتسكر ايه فكان بس انه في تختي وتخته اوكي وكان يعني بلش نور الدين من مساحة يعني اقل من متر المتر اقل هيك هيك اقل من متر اول بتلاحظوا فيديوهاته كان ملزق اسمايلات على الحيط اللي وراه تمام هي اقل من متر المتر هي كانت مسافة بين الخزانة والباب نور الدين بلش موبايل موبايل مين بس نوت 3 موبايلي من موبايله موبايلي نوت 3 بلش فيها اول شيء انا بصراحة يعني دعمته كثير قوي بغض النظر عن كل شيء انا دعم معنوي اهم شيء اهم اي دعم معنوي بعدين ما شاء الله بلش هو لحاله جاب موبايل ايفون وجاب لابتوب وجاب جاب جاب لحتى وصل لهون بس يعني بلشت موبايل اخوي بلش موبايل من سنتين تقريبا من 2018 مو؟ سنه وثمان شهور سنه وثمان شهور سنه وثمان شهور على التمام شد نسبة وسوقك من نور من اي ناحية يعني وسوق من نور اي ناحية اعتبر من ناحية حياتنا العائلية بعيدا عن حياة شغلي انه بتصق انه بصل وهيك لا هيك بيناتنا شخصيا كعائلية يعني؟ ايه يعني ما بعرف انا مصمم انه نور الدين فرضنا كنا انا ونور الدين لانه احنا عايشين مع بعضنا صرنا زمان يعني مصمم انه نور الدين هو موثق فيه وصل انا وياه شغلات كثير كبيره جزء من طريق نور الدين جزء من طريقي فانا نوصل يعني من الناحيه العائليه بوثق من نور الدين كثير يعني حتى عم بصير القصص بين عائلتنا بقى هو اللي عم بحلها يعني ليك بينات بعضنا كثير في شغلات نور جيبي اول ماكس تيومسون يعني بدك تصير مثل نور يعني شلون يعني مثل نور تصير عندنا هيك نور جيبي اول ماكس تيومسون طبعا كل واحد بتمنى يصير مثل اخوه كان هو كان لا انه انه مثلا تصير بالنسبه العرفيه يعني كشكل ولا كان مثلا لا لا مو شكل كان موضعي حاليا طبعا كل واحد اي انسان بتمنى يصير مثل نور الدين هلا نوصل ما شاء الله مشهور الحمد لله اكبر غلط عمله نور بحياته وما لا ندمان عليه وما ندمان عليه ندمان عليه يعني غلط وندمان الدراسه انا على ما اظن دراسة وطلعت على تركيا بس هلا حاليا تعدلت طلعت على تركيا كنت ندمان كنا وطلعت على تركيا اول ما طلعنا ورديس اقول انه يا ريت يكون سوريا مكمل دراستي بس ما توقع انه هو يصير هون لهالدرجة يعني كم لغة بيعرف نور؟ نور بيعرف شوي انجليزي وتركي وعربي لغة الام نفس جوابي على التمام طيب السؤال الاخير ايه بتفضل لنور ياخذ بنت عربية ولا بنت تركية؟ هلا بالاخير انه ما له علاقة بنت عربية وبنت التركية بجوز يعجب بنت أجنبية كمان، بجوز يعجب بنت تركية، بجوز عربية، أهم شيء أنه هو يعجب البنت يعني، بس أنا كان بفضلها لنور الدين أنه البنت العربية يعني. الأخير اسمه نصيب. طبعاً، الأخير كلها اسمه نصيب، بجوز يتجوز أفغانية، بجوز سودانية. ليش بس ليش الدولتين يعني؟ لا، بجوز أجنبية سويدية. طيب يا جماعة كانت نهاية الفيديو. واخيرا طلعت لكم اخوي عرفتكم عليه اذا حابين يطلع معي فيديوهات اكثر خلينا نوصل هذا الفيديو 150 الف لايك وراح يطلع معي فيديوهات اكثر اذا وصل 150 بيطلع ايه فخلينا كل ينزل يحط لايك واكتبوا لي تحت رايكم بالتعليق يعني كيف شفتوا اخوي شخصيتكم اول مره هيك بتطلع على الكاميرا وهيك كان معكم نور الدين محمد سلامه جلدين سوي